دلالية واضحة تجعل من المؤسسة التربوية مركبا وظيفيا وفضاء معرفيا للخلق والإبداع والتجديد وصقل للمواهب الواعدة الطموحة الراغبة في الانتقال من مرحلة الأخذ إلى مرحلة العطاء ومن الأصالة إلى التميز والطلاقة الفكرية والانفتاح. أيها الحضور الكريم، لا شك أن المدرسة كنبع يتدفق منه سيل المعرفة لا يمكن أن تنجح في مقاصدها وأهدافها بعيدا عن مركب علائق شديد الترابط وشديد التعقيد لدرجة لا يمكن الفصل بين العناصر المتداخلة في العملية التربوية. ولعل من أهم تلك العناصر المحيط الخارجي للمؤسسة من أسر ونسيج جمعوي وكافة المتدخلين، لذلك تميزت النسخة السادسة هذه السنة بإشراك جميع الشركاء من مقاولات وجمعيات المجتمع المدني إلى غيره من الفاعلين التربويين. حسن الجيرة، مؤسس مجموعة مدارس المنار أبطال الغد الخصوصية، في إطار الأنشطة الموازية التي تقوم بها المؤسستين ارتأينا هذه السنة بالتنسيق مع جمعية الآباء وبشراكة مع المجتمع المدني أن نحتفل هذه السنة بالأيام الربيعية في نسختها السادسة تحت شعار المغرب في قلب إفريقيا وإفريقيا في قلب المغرب. على إثر هذا الشعار فمجموعة من التلاميذ تحتفل بهذه المناسبة بشراكة كما قلت مع المجتمع المدني في إطار أنشطتها التربوية الثقافية المواطنة، وذلك بتنسيق مع الأطر التربوية عبارة عن ورشات تربوية ثقافية ترفيهية لفائدة تلاميذ المؤسسة. كذلك بالنسبة للمستوى التقديري والأنشطة الموازية، هدف من هذا الحفل كما قلت هو خلق مجموعة من الأنشطة تصب في المواطنة الحقة التي يمكن أن يتميز بها التلميذ أو الناشئة بصفة عامة. Thank you.
طبعا المشاركين في هذه الحفلات هناك من المستوى التمهيدي الى الاولى بكالوريا، فهناك عدة أنشطة من بينها مسرحيات، لوحات ثقافية، رقصات فولكلورية، كذلك يكون استعراض يوم الجمعة، اليوم الجمعة من باب المؤسسة إلى دار السلطان. نقدر فيكم جميعا دعمكم المستمر لقطاع التربية الوطنية، فمرحبا بكم جميعا. كما نحيي بهذه المناسبة السيد عامل مدينة آسفي على تقديره ومساندته الدائمين لنساء ورجال التعليم وللقطاع الذي يخدمونه بكل تفان وإخلاص. كما لا يفوتني أن أحيي المبدعين من التلاميذ المشاركين على إبداعاتهم الفنية الواعدة، والتي هي ثمرة مجهودات أطر ومدرسين أبانوا عن كفاءات بارزة، فوجب علينا أن نثني على مثابرتهم للرقي بإنتاجاتهم إلى هذا المستوى. أيها الحضور الكريم، إن هذا الحفل يعتبر ملتقى فنيا وتظاهرة تربوية وثقافية تترجم جهود التلاميذ والآباء والأطر التعليمية والإدارية وهيئات المجتمع المدني. We'll be right back.
نريدها، نريدها ولا نريد تركها. نبحث عن كيفية إرجاع أنفسنا وإحياء أرضنا، أقصد إحياء أرواح أجدادنا، أجدادنا الذين غامروا على إحياء أرضنا. وبالتالي سنكون قد أنهينا هذه الأيام الربيعية بشراكة مع الأطر التربوية وجميع المؤطرين التربويين والأساتذة طبعا المزاولين في هذه المؤسسة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وبارتاجوا المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.